بمشاركة 22 ناديا من مختلف المحافظات أقيمت في كربلاء بطولة كأس أندية العراق بكرة القدم المصغرة، حيث جمعت المباراة النهائية فريقي نادي الغاضرية ونادي النيل، وذلك على أرض ملعب الاتحاد بالمحافظة. هاي أول بطولة يقيمها الاتحاد العراقي لكرة القدم المصغرة، بطولة كأس أندية العراق. الحمد لله وشكر فضل من الله، شاركوا من خلال التصفيات شاركوا 100 نادي، ولكن صعدوا إلى النهائيات 22 نادي، صار تسقيط فردي، والحمد لله وشكر وصلنا إلى المرحلة النهائية الأخيرة اللي هي المركز الأول والثاني بين نادي الغاضرية من كربلاء ونادي النيل من بابل. البطولة هدفت لاختيار المواهب الكروية الشابة لرفد المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة بلاعبين شباب أكفاء استعدادا لمشاركة المنتخب بالبطولات الدولية المقبلة، فيما أشاد المشاركون والمتابعين للبطولة بمستوى الأداء للفرق المشاركة والتنظيم الجيد للبطولة والذي أثمر بنجاحها. طبعا البطولة بشكل عام ناجحة بكل مقاييسها، نشكر الاتحاد العراقي لكرة قدم الخماسي والاتحاد الفرعي لهكذا تنظيم أكثر من رائع، يعني من ناحية الملعب، من ناحية الحكام، من ناحية التنظيم، وهاي إن شاء الله تكون البطولة رافد قوي جدا للمنتخبات الوطنية. مثل ما تعرف يعني من أحسن الفرق في العراق شاركت بهاي البطولة، دائما كربلاء هي يعني معروفة بالتنظيم، الحمد لله وشكر يعني خرجت النهاية بشكل جيد جدا، واحنا يعني مثل ما تعرف كربلاء دائما تكون سباقة بهيك بطولات، مثل ما استضافنا غرب آسيا للمفتوحة، فالحمد لله وشكر التنظيم كان جيد جدا. طبعا اليوم شفنا أجواء جميلة جدا اليوم في كربلاء المقدسة لأول مرة في ملعب سداسي، تنظيم هيك بطولة من الاتحاد الفرع كرة القدم المصغرة، نظم بطولة كأس العراق للأندية، طبعا من أجمل البطولات، طبعا الملعب والبطولة فار وكان قبل ما موجود، وكونها أول بطولة بالعراق لكرة القدم المصغرة، والحمد لله كنا ناجحين بكل شيء من ناحية التنظيم ومن ناحية التحكيم، كان تحكيم جيد من جميع الحكام اللي كانت ثقتهم عالية بالاتحاد وبالمباريات وكانوا على قدر المسؤولية والحمد لله. وقد أحرز فريق نادي الغاضرية لقب البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على نظيره النيل بهدفين مقابل هدف واحد لمنافسه. لبرنامج يوم جديد، طارق الخفاجي، كربلاء.